فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى فثلاثة أيام في الحج وسبعة، في قوله سبحانه وتعالى فثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يقول: من كان قادرا على الصيام لكن أخره كله العشرة أيام حتى رجع إلى بلده، فهل له ذلك؟ المذهب أنه يلزمه بدل الثلاثة في الحج إذا أخرها عنه من غير عذر، المذهب أنه يلزمه صيام عشرة أيام أخرى. نعم، ولكن هذا لا دليل عليه، يصوم خلاص. نعم.